وفي لبنان وفي الداخل السوري وفي العديد من الدول يرغبون بالذهاب إلى ليبيا، كيف يحصلون على هذه الفيزا، الفيزا السياحية أو فيزا الزيارة؟ ما اسم هذه الفيزا؟ وفي حال وصولهم إلى ليبيا، ما هي مدة هذه الفيزا؟ وهل يمكن لهؤلاء أن يحولوا فيزة الزيارة أو الفيزا السياحية إلى فيزة عمل؟ نعم، هو دعني نبدأ بآخر شيء. الكثير من الأشخاص الذين دخلوا إلى ليبيا دخلوا بهذه التأشيرة، كانت مدتها لثلاثة أشهر فقط، يعني يسمح له بالبقاء في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر ومن بعد عليه الخروج. من كانت الوجهة، يعني حتى نكون واضحين، من كانت الوجهة والغرض من الزيارة هو البقاء في ليبيا، فمباشرة يقوم بإجراءات العمل، سواء كان عن طريق وزارة العمل داخل طرابلس أو داخل في مدينة بنغازي، أو عن طريق هذه الشركات. يعني هو يذهب، يكون معه جواز سفر ساري المفعول، وهذه التأشيرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر كانت، ومضى منها يعني حتى شهرين، فيبدأ مباشرة في الحصول على إقامة العمل، فيتم التمديد له وإعطاء التأشيرة والسماح له بالبقاء مثلا لمدة ستة أشهر أو لمدة سنة على حسب الاتفاق في العمل. فهذا متاح لغاية الآن. مع الأسف هو لغاية الآن هي مكاتب تقوم بذلك، يقوم بذلك بعض المحامين ممكن يقوم بعمل هذه الإجراءات، ولكن هو في الأصل أن يجب أن يكون الدخول رسمي عبر هذه المنافذ سواء كان بنغازي أو طرابلس، وعندما يشرع في هذه الإجراءات يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول. فأعتقد أن هناك الكثير من السوريين كان لديهم إشكال في جواز السفر، كان منتهي الصلاحية، فهنا كان إشكال فلا يمكن أن يقوم بشيء، ولكن انتهاء الإقامة داخل ليبيا أيضا يتم تسوية ولا يوجد أي مشكلة. يعني كثير تجاوز الأربع أشهر والستة أشهر ومن بعد كان يبحث على إقامة عمل، فالكثير منهم تم تسوية أوضاعهم. الشرط الوحيد أن يكون لديه جواز سفر، وهذا الجواز يكون ساري المفعول، هذا أهم شيء، لأن انتهاء الجواز ولا يوجد تمثيل دبلوماسي سيكون هناك إشكال كبير يعني في ذلك.